ولا ننسى أن نشكر الشقيقة إيران على ما قدمته وما زالت من دعم لسوريا. منذ ظهور مصطلح سوريا المفيدة في أدبيات النظام، تحول التهجير إلى وسيلة أساسية لإعادة رسم الهندسة الاجتماعية في سوريا عبر زيادة الضغط على الحواضن الاجتماعية للقوى الوطنية من خلال تصعيد القصف والحصار والتجويع الذي طال مدنا بأكملها، لا سيما في حمص وريف دمشق، ترافق مع عمليات إحلال سكاني بدأت من مدينة القصير عام 2013 وصولا إلى الزبدان ومضايا في ريف دمشق. نحن طالعين من هون عدمنا، طالعين غصبا عنا، بشار الأسد هجرنا، ضغط علينا بالتصعيد، ضغط علينا بالطيران، يعني ما عاد عندنا حل غير يعني من وافل وعلى الطلعة. بإذن الله نحن راجعين حمص، وما مندشر حمص إن شاء الله بإذن الله. تسعى إيران التي تقف وراء لعبة تغيير الديموغرافيا في المنطقة إلى خلق وجود جغرافي قسري تحت سيطرتها لتقف على طرق إمداد الطاقة وعند عتبات منابعها الرئيسية عبر استغلال أدواتها في المنطقة. فتم تخطيط عملية عسكرية وفتح معابر جديدة، كما تعلمون وادي بردة له معبرين فقط، المعبر الشرقي من اتجاه بسيمي والمعبر الغربي من اتجاه التكية. فيما توطن إيران مرتزقتها داخل أحياء حمص ودمشق وحلب، يتمدد حزب الله على الحدود السورية اللبنانية من الشمال في مدينة القصير وصولا إلى الجنوب حيث الزبدان ومضايا، مع محاولات حثيثة لبناء خلايا في الجولان السوري يصحبها عمليات تهجير للسكان الذين لا خيار آخر لهم بعد أن أضناهم الحصار والقصف الوحشي والتجويع، مع احتمال تقدم ميليشيا الحشد الشعبي العراقي من جهة الشرق لتحديد مناطق النفوذ الإيراني وتمييزها عن مناطق النفوذ الروسي في حلب والساحل كمشروع بديل عن عجزهم على إعادة السيطرة على سوريا كاملة في غياب الأسد وقواته الذي بات بيدقاً على رقعة الشطرنج لا أكثر. وتحدثنا أننا حينما يكون تواجد هذه العصابات في الأراضي السورية يهدد الأمن القومي العراقي، بالتأكيد سيكون هنالك تحرك لملاحقة هذه العصابات ومن خلال التنسيق بين الحكومة العراقية والحكومة السورية. قد لا تخدم الكثافة السكانية النوعية في المنطقة مخطط إيران، لكنها تستعيض عنها بتكثيف السيطرة النارية في مناطق نفوذها وزرع خلايا الإرهاب في عدة دول عربية، سيدفع الغافلون ثمن هذا لاحقا، لا سيما الذين ظنوا أن التقارب مع إيران سيوقف مطامعها في إحكام قبضتها على الجغرافيا.